شهد الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبد الله الخليفة وزير الداخلية صباح اليوم ختام فعاليات التمرين البحري المشترك لقيادة خفر السواحل الحارس اليقظ 8، وذلك بحضور سعادة الفريق طارق بن حسن الحسن رئيس الأمن العام. وخلال التمرين والذي شارك فيه عدد من إدارات وزارة الداخلية للوقوف على مستوى الاستعداد والجاهزية بشأن الإجراءات الوقائية اللازمة لحماية المنشآت والمرافق الحيوية والمحافظة على الأمن والسلامة البحرية، اطلع معالي وزير الداخلية على إجاز لجنة الإعداد والسيطرة ومجريات عملية التنفيذ في ضوء الفرضيات المطروحة في التمرين وكيفية التعامل مع الأهداف المرصودة واتخاذ الإجراءات الأمنية والقانونية اللازمة بما يعكس القدرة على العمل الأمني المشترك في إطار التكامل والتنسيق أثناء أداء المهام لتأمين وحماية المنشآت والمرافق الحيوية والتصدي لعمليات التهريب. وبهذه المناسبة أشاد معالي الوزير بالاستعداد والجاهزية الأمنية وواقعية الفرضيات التي تم بناء التمرين عليها بما يساعد في تحقيق الأهداف وإنجاز المهام، مثمنا كفاءة وقدرات خفر السواحل وبقية الإدارات المشاركة وما أبدوه من تعاون وتنسيق في التخطيط والتنفيذ، الأمر الذي يتطلب مواصلة البناء على هذه النوعية من التمارين لمراجعة إجراءات العمل وتعزيز العمل الأمني الميداني المشترك. وأشار معالي الوزير إلى أهمية التوسع في إجراء هذه النوعية من التمارين والعمل على تعزيز ثقافة إعداد التمارين في ضوء الخبرات والتجارب السابقة المتوفرة لدينا الآن، منوها إلى العمل على تطوير قدرات خفر السواحل من منطلق دوره في حماية الحدود البحرية والمساهمة في تأمين الملاحة في ظل التطورات الأخيرة التي تشهدها المنطقة. وأكد معالي على أهمية تأمين المياه الإقليمية والتعامل مع التحديات المرتبطة بهذا الشأن مع مواصلة الجهود الهادفة إلى تبادل الخبرات وتعزيز التعاون والتنسيق المشترك لتعزيز الأمن والسلامة البحرية في إطار العمل على حفظ الأمن والسلم الدوليين وتأمين الممرات الملاحية الدولية. من جهته أعرب سعادة رئيس الأمن العام عن شكره وتقديره لمعالي وزير الداخلية على الدعم والمساندة، موضحا أن تمرين الحارس اليقظ 8 يأتي في إطار مواصلة أعمال التدريب من أجل رفع مستوى الجاهزية وزيادة الخبرات المتراكمة منذ انطلاق التمرين عام 2012. من جهته أعرب قائد خفر السواحل عن خالص الشكر والتقدير لمعالي الوزير على رعايته ختام التمرين البحري المشترك الحارس اليقظ 8 ودعم معاليها المستمر لتنفيذ مثل هذه التمارين ورفع مستوى الأداء والعمل الشرطي. هذا وقد تفقد معالي وزير الداخلية عددا من الزوارق الجديدة التي دخلت الخدمة مؤخرا في إطار أعمال التطوير والتحديث المتواصلة، حيث أن هذه الزوارق مزودة بأحدث أنظمة الملاحة البحرية.